أهلا بكم. شهدت العاصمة التونسية ومدن أخرى مظاهرات أمس للاحتجاج على تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي أعلنها الوزير الأول المكلف محمد الغنوشي قبل يومين، ويرفض المتظاهرون إشراك حزب التجمع الدستوري الحاكم سابقا في الحكومة. وقد تعهد الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع بأن تكون الحكومة الانتقالية الجديدة على قطيعة تامة مع الماضي، وأشار إلى أن عمل هذه الحكومة مؤقت إلى حين إجراء انتخابات جديدة. أفاد مراسل الجزيرة في اليمن أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الأمن اليمنية وبين مسلحين بمدينة خور مكسر بمحافظة عدن بجنوب اليمن. وكانت قوات الأمن قد استخدمت في وقت سابق القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين من الحراك الجنوبي في عدن. قالت الشرطة العراقية أن 15 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين عندما هاجم انتحاري بسيارة مفخخة مقرا للشرطة في مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد. وأضافت الشرطة أن المهاجم كان يستقل سيارة إسعاف وتمكن من قتل عدد من حراس بوابة المبنى. فضت قوات الشرطة في الخرطوم تظاهرة شارك فيها العشرات بعد أن دعا تحالف قوى المعارضة إلى الخروج للشارع من أجل إسقاط الحكومة وتغيير الوضع القائم. جاء ذلك عقب ندوة سياسية نظمها التحالف وواجه خلالها قادة أحزاب معارضة انتقادات حادة للحكومة على خلفية زيادة الأسعار. وفي السودان أيضا أظهرت نتائج أولية للاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب تأييدا ساحقا لإعلان الاستقلال والانفصال عن شمال البلاد. وكان قياديون في جنوب السودان قد دعوا مواطنيهم إلى انتظار إعلان النتائج النهائية وألا يتسرعوا في إقامة احتفالات بالنتيجة. قرر مجلس الأمن الدولي إرسال 2000 جندي إضافي من قوات حفظ السلام الدولية إلى ساحل العاج، وذلك بعد أن تعرضت القوات الدولية هناك إلى هجمات من قبل مسلحين. إلى اللقاء.